بالنسبة لحزام الرقبة أو حزام الفقرات العنقية، زي ما احنا شايفين العلبة بيجي في علبة زي السامسونايت مقفولة فيها الحزام والمنفاخ وجهاز إزالة الآلام عن طريق الذبذبات. داخل العلبة بيجي كتالوج لطريقة استخدام حزام الرقبة وكتالوج لطريقة استخدام جهاز الذبذبات. لو جينا نشوف حزام الرقبة بيتكون من قطعتين، قطعة أمامية وقطعة خلفية، وأنبوب عشان يتوصل فيها المنفاخ، وبعدين بعد انتفاخ الحزام بيتمدد زي ما احنا شايفين كده بحيث ان احنا يسحب مع الفقرات لأعلى والأسفل، فيبعد الفقرات والضغط على الغضروف ويبعد الفقرات الضغط على بعضها بعيد عن بعضها. بالنسبة للحزام، الحزام ليه محاذير للاستعمال، انه لازم يستخدم الاول، يتلبس الاول قبل ما يتنفخ. لما نيجي نفك الهواء نشيل الحزام ونفك الهواء من الحزام لازم نلبسه الاول قبل ما ننفخه وبعدين ننفخه. الحزام ما بيتغسلش، يستعمل للشد الرقبي فقط. لو لقينا ان الحزام بيسبب اي الم نحاول نكلم الطبيب المختص. الحزام فيه موانع استخدامه، يعني يفضل انه عدم استخدامه للناس اللي عندهم امراض مزمنه في القلب والرئتين والجلطات الدماغيه، الأورام وعوامل نزف الدم والحمى العالية والكسور والمشاكل الجلدية في منطقة الشد، لو في جروح في الرقبة، انقراص الفقرات النوع النخاعي اللي هو الشديد اللي هو الضاغط على النخاع الشوكي، وهشاشة العظام، وخلع المفاصل الفقرية، والتهاب ورم الفك السفلي، والمريض المصاب بورم في الرقبة أو فرط في إفراز الغدة الدرقية، والمرضى المصابين بالتهاب الحنجرة والبلعوم، والمرضى المصابين بتخلف عقلي وتصلب الرقبة والأمراض العضلية. فكرة الحزام ببساطة زي ما احنا قلنا انه هو بيركب على الرقبة وبيعمل بيتملى بالهواء عن طريق المنفاخ، فبيعمل شد للفقرات وإبعاد الفقرات عن بعضها، فبيمنع إجهاد الأربطة الرقبة، يعمل تخفيف للشد العضلي، يمنع انزلاق الغضروف الرقبي، يمكن انه يتثبت بعد العمليات الجراحية. يستخدم في الاشخاص اللي بيركزوا مدة طويلة في الشغل، وبالتالي بيحصل ان وضع الرقبة بيكون في وضع غير صحيح، فهو بيعدل الوضع الرقبي. فهو فوائده كتيرة، انه هو بيثبت الفقرات في احسن وضع ليها، والمنفاخ اليدوي يستخدم على السحب المطلوب، يعني انت عايز تنفخه بقوة، عايز تنفخه يعني تتحكم في كمية الهواء اللي داخله في الغضروف. وجود مشد ممكن استعماله او رفعه لراحة المريض، احنا شايفين المشد اللي موجود. الفكرة بتاعت الحزام ان المريض نفسه يقدر يستخدمه من نفسه. طيب، ده بالنسبة للحزام، وهنشوفه طريقة استخدامه على المريض، لكن عايزين نشوف الجهاز اللي هو جهاز اللي هو الذبذبات اللي بيجي معاه. دي العلبة بتاعته، وهو جهاز بيستخدم لإزالة الآلام عن طريق الذبذبات. لما نفتح العلبة نلاقي الجهاز عبارة عن بيجي معاه اثنين لواصق، ويجي معاه الجهاز، ويجي معاه بطارية
ويجي معاه كتالوج الاستخدام. بالنسبة للجهاز طريقة استخدامه سهلة، بيوضع على المناطق اللي مرسومة على العلبة من برة، إما على الرقبة إما على الكتف إما على أسفل الظهر إما على الركبة، الكتف من وراء، الرسغ. طريقة استخدامه عن طريق إن هو بنفتح الكيس ونشيل البلاستر اللي موجود ده ونلزق دي على الحتة اللي احنا عايزين نحط عليها الجهاز، ونجيب الجهاز بعد ما نركب فيه البطارية نثبته من ورا كده في الكبسونة او العلبة اللي موجودة ورا، وبعدين وبعد ما نركبه نشغله اون ونرفع الزبزبات بتاعته لغاية ما يحس المريض ان هو مش مرتاح من 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 زيادة الزبزبات العالية، وبعدين نحاول نخففها للدرجة اللي المريض بيحس ان هو مرتاح فيها، ونسيب الجهاز لمدة 7 دقائق صباحا و7 دقائق مساء. الجهاز بيعمل حوالي 3000 الى 6000 زبزبة في الثانية. الجهاز بيستخدم نفس طريقة فكرة العلاج الصيني عن طريق إزالة الآلام، عن طريق عمل زبزبات، وبالتالي بيريح العضلات ويرخي العضلات، والجهاز بيزيل الآلام ويعمل ارتخاء للعضلات اللي موجودة. الجهاز طبعا ممنوع ان هو يستخدم الحوامل، للأشخاص اللي عندهم ضغط عالي، للأشخاص اللي عندهم حرارة عالية، اللي عندهم مشاكل في القلب، للأطفال، للناس اللي عندهم بيجي لهم نوبات سكر قليل أو انخفاض في معدل السكر في الدم. بس دي الاستخدام، ده الجهاز وده الحزام. يبقى كده عرفنا العلبة أو الكرتونة اللي بيجي فيها حزام الفقرات بيكون فيها إيه بالظبط. هنراجع تاني بالظبط. هذا العلبة بيكون فيها جهاز الفقرات، بيكون فيها أول حاجة جهاز الزبزبة، ومع الكتالوج بتاعه، بيكون فيها الكتالوج بتاع جهاز شد الفقرات، بيكون فيها الحزام بتاع شد الفقرات اللي مكون من قطعتين، وبيكون فيها المنفاخ، زائد بيكون معاه سي دي بنعمله موجود عليه طريقة استخدام الحزام والتمارين اللي ممكن المريض يعملها في البيت أو يسويها في البيت، زائد بعض النصائح والإرشادات للأشخاص اللي عندهم مشاكل في فقرات العنق أو الرقبة أو الفقرات العنقية. كل ده بيجي مع العلم.